السلام عليكم الاخوان، صافا عليكم، كي دايرين؟ مرحبا بكم معنا في واحد الجوله. تتواجدوا دابا وسط مدينه والماس، المدينه الصغيره اللي كتواجد على بعد 140 كيلومتر على مدينه الرباط. وكما كتشوفوا هاد الصوره اللي تتشوفوه ديال الفيرمه ديال مولاي عبد الله، تبارك الله، شحال فيها ديال لافوكا شماس، خيرات مولانا. ما شاء الله. كما تنقول لكم هذه المدينة يعني تتواجد في سلسلة الجبال الأطلس، كتباعدش بزاف على مدينة خنيفرة بشي 60 كيلومتر تقريبا. هانتوما كتجولوا معانا كما تنجولوا معكم بالدراجة النارية ديالنا، وكنحاولوا نعرفوكم بالمدن ديالنا، بالمناطق واي حاجه. هذا هو المسبح البلدي مدينه والماس. كذلك هنا كيتواجد الملعب البلدي اللي كيشد اصلاحات توسيع ديال المدرجات، والجو مغيم. هانتوما كتشوفوا، ايوا حنا غاديين تنتجولوا معكم. هي مدينه صغيره يعني ماشي شي مدينه كبيره، ولكن كتكون زوينه في فصل الربيع، الفصل ديال الشتاء تكون بارده، الجو قاصح. كذلك في فصل الصيف، فصل الصيف عاوتاني تكون الحراره مفرطه. ايوا هادي هي مدينة والماس، الشوارع ديالها كما كتشوفوا منطقة جبلية وسياحية في نفس الوقت، فيها ما يتشاف، كاين مناظر خلابة تبارك الله. ما هادي غير التصوير، هذا غير وسط المدينة، يعني غير جولة خفيفة يعني ديال المدينة القديمة ديالها، المدينة الجديدة. هادو هما الديور الأولين ديال مدينة والماس، هذا هو اللي تيتسمى الملاح ديالها، بلوكات. ايوا هذا هو البلان الإخوان، خليكم مع الفيديو. وعلى اليمين ديالي كيتوجد واحد المنتزه كبير، يعني جردة كبيرة تبارك الله، كيكون فيها الناس بالليل خصوصا في فصل الصيف، تكون ديك الحرارة. فرجة ممتعة. تشوفوا داخلين دابا نمشيو نتغداو صاحب الشوايات. هنايا اللي كان جا شي واحد في الطريق ولا شي حاجة، راه كاينين هنا صحاب الشوايات اللي بغا يتغدا، بحال إلا كان غادي شي طريق طويلة داز على هاد الطريق هذا، راه تيتواجدو هنايا صحاب المأكولات. تبارك الله عندهم داكشي مزيان، اللهم بارك. الصحة والراحة، وتحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.